نحن هنتواصل معكم لسه مشاهدينا الكرام في صباح الشروق. هنمشي نتابع فقرة ذاكرة الشروق لهذا اليوم. رمضان في العام 2015 قدمت قناة الشروق عدد كبير جدا من البرامج، من ضمنها برامج الإنتاج الخارجي. كان برنامج بغني لك، برنامج كان فيه عدد كبير جدا من المغنيين، حتى الفرق الغنائية، من تقديم العزيزة إيمان بركية لها التحية والتقدير، ومنتج هذا البرنامج عبد الرحمن جبر، الصحفي عبد الرحمن جبر وفاطمة الشاذلي. البرنامج كان من إخراج هشام الريح. حنعيد ذاكرة الشروق بواحدة من حلقات هذا البرنامج. فأهلا ومرحبا بكم لنتحدث في هذه الحلقة عن الإذاعة السودانية بهنا أم درمان. إذاعة جمهورية السودان كانت البداية وكانت الانطلاقة لكوادر ثقافية واجتماعية عديدة، وأيضا كانت من الثقافات السودانية التي جابت الدنيا لتعبر عن الشخصية والهوية السودانية. السلام عليكم ورحمة الله، تحية واحتراما وتحية لقناة الشروق ومشاهدي هذه القناة الشابة المتجددة، ونقول للإذاعة السودانية التي مر عيدها رقم 75 في الثاني من مايو، كل عام وأنتم بخير. لكل الذين صنعوا الإذاعة السودانية، الذين رحلوا، الذين ما زالوا يعملون، والذين تركوا عمل الإذاعة، ونهني كل الشعب السوداني الذي ارتبط بالإذاعة السودانية بفنانيها، بمخرجيها، بموسيقيها، بشعرائها، بأدبائها، بمفكريها، بكل الفئات. فنرحب بواحد من الشخصيات التي جعلت من عمك تنجو هو شعار لمدارس كثيرة تدرس معنى الأصالة ومعنى التربية الصحيحة والسليمة ومعنى المجتمع السوداني الأصيل. نرحب بمن قدم الجاز في أبهى صوره ومن قدم السودان بشكل عالمي، الفنان التشكيلي والأستاذ المبدع وأبو الأجيال في الجاز وفي الفنون السودانية. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير أستاذ شرحبيل الأحمد. شكرا جزيلا و زدتونا بمقابلتكم شرفا معنا الأستاذ الكبير صلاح الدين الفاضل. نود أن نتعرف أيضا على خفايا وخبايا وأسرار ويمكن تكون معلومات جديدة للناس في تاريخ الإذاعة القومية. صارت الإذاعة السودانية في 19 ديسمبر 55 يوم أن أعلن الاستقلال من داخل البرلمان، و منذ ذلك الوقت ما تزال الإذاعة السودانية تسهم في وجدان الشعب السوداني بكل المعاني الطيبة. صحيح. بالخير، بالنماء، بالتطلع، ومجرد مناسبة وجود الإذاعة في الهواء هو أمان في الأصل. فدي هي الإذاعة السودانية. والإذاعة السودانية زي ما بيقولوا الرواة، لو دار تعرف تاريخ حاجة خاصة بالفنون، يتذكر تاريخ الشخصيات التي أبدعت هذا الفن. كيف كان استقبالك في البداية في مبنى الإذاعة؟ طبعا تحية عظيمة وكبيرة للإذاعة السودانية اللي كنا من عملوا فيها وعاصروها إلى الآن، فيهم البروفيسور الكبير مساهماته العديدة. الإذاعة الحقيقة كانت بالنسبة لنا احنا كشباب عفوا كانت حاجة مخيفة جدا، مش مخيفة لأنها شكلك تذكرت كده من الأحيان يعني فيها مخيفة، مخيفة مش بمعنى إنها فعلا مخيفة، لا هي رهيبة يعني. صح. فيها رهبة. نعم. ورهبة وجمال. نعم. وأكيد الزول اللي بيكون داري ينتمي للإذاعة أو يقدم شيء، إذا ما كان هو متأكد من نفسه ما يمشي كله. نعم. لأن الإذاعة كانت عظيمة وكانت مدرسة فعلا. صحيح. وكانت بتقدم كله رصين وكله جيد وجميل. حتى في مجال الموسيقى والأدب كانت بتراعي إنه لابد من الأصوات تكون جيدة. نعم. النصوص. نعم. والألحان، وكانت اللجان يعني اللجان ما سهلة. نستمع لشنو يا أستاذ شرحبيل في البداية؟ استمع إلى أغنية الليل الهادي. يا سلام. هو أجمل الليل الهادي يعني. بالمناسبة أغنيتي المفضلة. وأنا كمان صديق. نعم. إذن الليل الهادي وهذا الليل الجميل الذي فيه كثير من الإبداع والجمال، نستمع لهذه الأغنية ونعود.